حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يقول ابن الوردي: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل. تعبير جميل، شاهد بليغ على أنه الإنسان ما يتقاسش بأصله وفصله ونسبته، بل يتقاس بفعله، يتقاس بجده، يتقاس باجتهاده. المولى سبحانه وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. احنا نقوله كل شيء تتعلق منك راحة، ويخرج الصالح من الطالح، ويخرج الطالح من الصالح. لكن مثل هالنظرة التفاؤلية وهالتقويم الموضوعي والعقلاني، هل يلغي المرجعيات؟ هل ينفي اعتبار الأصل والمفصل؟ أبداً. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وخضراء الدمن. قيل: ماذاك يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. نس بكري ما خليه شيء سايب. قالوا في كريم الأصل: حتى وإن زاغ بعض الشيء والإنسان عرضة باش يزوغ في أي طور من أطوار حياته، وخصوصا في طور الشباب والمراهقة، عاد قالوا اللي يبدأ أصله كبير حتى وإن زاغ يقولوا يطيب الخروب ويرجع لأصله. وهذا مجرب ملحوظ، قديش من واحد في فترة المراهقة والشباب يطيش شوية، لكن بمجرد ما يدرك يرجع ويستقيم. وقالوا في المقابل في قليل الأصل: حشاكم اللي أصله طفل يشم الماء يتحل. وهذا أيضا مشاهد وملحوظ. قداش منهم اللي زعم هكا ولاو أصحاب مركز وجاه وانضافوا من برا، ولاو سي فلان وسي فلتان، وعند أول اختبار يظهر على حقيقته ويموت الزكار وصباعه تلعب. ما هم يحكيوا على تاجر عبيد اتعود يوسق مركب بسلع يمشي بيه لبر العبيد، يبيع هيك السلع ثم، ومن بر العبيد يوسق العبيد يبيعهم في بلاده. وكان من عادة السلطان بر العبيد أنه يكرم التجار، ومن ضمنهم هالتاجر هذا، وتمتنت العلاقة بين السلطان وبين التاجر، وصار كل مرة يمشي هكا التاجر لبر العبيد يفرح به السلطان ويكرم به غاية الكرم، ويخرج يوده حتى للمرسى. مرة من المرات جاء التاجر لبر العبيد كيف العادة، استقبل السلطان وضيفه، ونهار اللي جاء مروح خرج السلطان يودعه، ومن كثرة ما كان متشوق له وعزز عليه فراقه طلع معاه هو والحاشية على ظهر المركب. هك التاجر وقت راى السلطان طلع في المركب وهو وسوس له الشيطان وقال له: يخطف مبيح عبيد، ينخي انت فاش تخدم؟ وكان عمل هكا، وما تلفت السلطان كان قاروحه في عميق البحر. استلزم الصبر، وصل التاجر لبلاده، نادى الدلال، دلل على السلطان والحاشية على أنهم عبيد، وكل حد شرى واحد منهم. السلطان شراه راجل مركنتي ولد أصل، قام معاه لداره، عمل له بيت وين يبات. وقت يقعدوا يتعشاو هكا الراجل، ما هو كريم قلنا ولد أصل، يسخف على هكا العبد اللي شراه، يقول له: اقعد ولدي كل معانا. يحبش. مرة في مرة استغرب هكا الراجل، عشب عبد مملوك ما يحبش ياكل مع سيده، ولو قالها العبد هذا ما يكون كان عنده سبة. ليلة من الليالي هكا المملوك دخل بيته، وهكا الراجل قعد يتسلل عليه من نقبة المفتاح، يلقاه سيدي وقت اللي جاي ياكل عمل منديل هكا على صدره، وجاب ما تقول المغرفة والسكين والفرشيطة، وقصص الخبز، عبى كويس ماء، وبدا ياكل في عقله مقلوب. ماكلت ناس كابر. الراجل استغرب ومنها حل عليه الباب وقال له: يا ولدي شني قصتك؟ ماكلتك هذه ماكلت ملوك، ما هي شي ماكلت خدم وعبيد.
قالوا يا سيدي كان الكذب حجة، الصدق أنجى وانجى. أنا راني سلطان البر الفلاني، سلطان بر العبيد، وكان واحد من التجار من بركم هذا كان يجي ويتاجر في العبيد من برنا، وتعاشرنا عشرة كبيرة. ومرة من مرات خرجت نودع فيه، وخذتني ساقي أنا وجماعتي، وطلعنا في المركب متاعه، لكن غر الشيطان وخان الماء والملح وخطفنا وباعنا. استجعك الرجل المركنتي ياسر، ومنها مشى لمد هيك الحاشية الكل، وكل حد شرى واحد مشى عود شراه من عنده وعباهم في مركب وبعثهم لبلادهم. برا يا زمان ويجا يا زمان، هكا تاجر العبيد عود جابوا الطمع، قال بينه وبين روحه علاش ما نرجعش لبر العبيد ونخدم على روحي، يا اخي الناس ماشي يعرفوني، دي السلطان ما مشى على روحه. وسق مركب بالسلع وقصد ربي، وصل بر العبيد، دخلوا كيف العادة على السلطان، احسب ماشي يلقى سلطان آخر، وإذا بيه يلقى السلطان الأول صاحبه اللي كان خطفه باعه، حارف العجب، ومنها عمل روحه ما عرفوش، وعد ضيافته وباع سلعته. ونهار اللي جا مروح عمل له السلطان هدية كبيرة، وخرج معاه في موكب أعظم من اللي كان عامله له قبل. وصلوا المرسى، وقف السلطان على حافة السقالة وغزر له وقال له توعد نبقيك بخير على خاطر من الجمش نزيد نقدم القدام. وقت عاد فهم التاجر باللي السلطان عارفه، شهق بالبكاء وكبش في السلطان وقال له أنا فلان وانتي فلان ولا فايدة في الإنكار، أما قل لي كيفاش أنا عملت معاك اللي عملته وانتي تعمل معايا هالقدر والتكريم. قال ما فيها شيء يا ولدي، كل حد يعمل بصله. لكن الكلمة أثرت في التاجر وجرحته ياسر، وروح لبلاده ومرض ومات بالقهرة والغبينة. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.